أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة؟ نعم. ما هي مراتب صيام يوم عاشورة، يوما قبله أو يوما بعده؟ لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله. نعم، يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.